كنت في العمل أو حتى في العاطفة كنت على أرض مش ثابتة كنت خايف كنت شاعر بعدم الأمان ولكن رح يصير خلينا نقول على 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 صعيد العمل إذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل ففي شخص ممكن تكون طاقته هوائية رح يساعدك في العمل لا يعني لتتجاوز مشاكل معينة أو لا تتجاوز أشخاص معينين وكمان حتى في العاطفة عم بشوف شوية خيانة من الأصدقاء ولكنك مرتاح يعني اللي هو أوكي جرحت منهم أو من الشريك ولكنك شايفك كثير عقلاني بطلت كثير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكذا واشتقت له ما اشتقت له هو مش داري عني وها لا عم بشوفك تاخذ قرارات خلص انتهت عندك مرحله الجروح او الصدمات صرت ضد الصدمات يا برش الجوزاء صار عندك كل شيء عادي يعني حتى لو تنصدم يعني ناس تاني ينصدم من الموقف انت بالنسبه لك بطلت تنصدم من كتر الموضوع شايفينك كثير دبلوماسي هذا الشهر شايفيتك عم بتحقق كل كل احلامك يعني عم بتوصلك بت بت تطمينات بتوصلك بشائر خير وخاصه اذا الموضوع كان عن سفر. عم بيكون في عندك سفر او تجهيز اوراق لسفر. في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع، هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم وفعلا صادق وراح يساعدكم في هذا الموضوع سفر او عمل عم بشوفك بالعمل دبلوماسي كتير عم تتحمل ناس كتير بلا طعمه ناس يعني لا يحتملوا عم بتحاول انك تمتصهم او تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائيه او غايتك وعم بتحققها على نهايه الشهر عم بشوفك انت والشريك اذا كنتوا في بناتكم شوية بلبلة لأني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه إذا كان في انفصال أو تباعد عم بشوف شيء بحرك الأمور على فكرة في طرف ثالث قوي جدا جدا ولكن انتصارك رح يكون عليه على مراحل مش مرة واحدة بلش تنتصر على هذا الشخص والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على سفر ممكن تكون على الصعيد العاطفي عم بشوف الحبيب كتير بيراقبك انت كتير بتراقبه في بداية خلينا نقول غير متوقعة بيناتكم من بعد ما خلص صار انه رجوعكم مستحيل لا عم بشوفكم الحب اللي, اللي عندكم اياه عم بيرجعكم لبعض وفي طاقات سلبية عم بتحاول تبعد بناتكم طاقات سلبية ممكن تكون عندك أو عنده فرح تنتصروا على هذا الموضوع هذا أكثر إشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء شايفة في حب جديد للناس اللي ناطرين حب للناس اللي ما عندهم خليني أشرح شغلة بس بالنسبة للناس اللي بيقولوا أنا دائما بضمر على شخص جديد بيطلع لي الشخص القديم ليش هذا الموضوع بيصير لأنك لسه ما طلعت من طاقتك لسه عم تفكر فيه لسه عم تستناه فالكون ما عم يفهم عليك أنت شو بدك عقلك الباطن ما عم يفهم عليك أنت شو بدك أنت ساعة بتتذكر القديم وساعة بتحكي أنا بدي واحد جديد ما دام الإكس تبعك لسه موجود في طاقتك ما في شيء جديد فأنا شايفة برج الجوزاء لسه في عندهم تعلق لسه عم بيحاولوا إنه يتخلصوا في مجموعه منهم يتخلصوا من طاقه شخص قديم فهذا الشهر مؤجل انه يتعرفوا على شخص جديد للناس اللي حابين انه يتعرفوا على شخص جديد مع انه شايفه فيه معجب ممكن يكون برجه ناري او هوائي طبعا قمري شمسي طالع مو شرط الشمسي فعم بشوف هذا الشخص عم بسأل عنك أشخاص أو عم بيحاول يدرسك من بعيد بيحاول يعرف مثلا مين أهلك كذا من وين أنت ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية من مش لغة من من طائفة تانية المهم في اختلاف بينك وبينه ممكن كمان يكون في بالسن علشان هيك هو متخوف منك من الرفض عشان هيك ما عم يقرب هذا الشخص. طب خلينا نشوف للي عندهم شريك أو منفصلين عن شريك. خلينا نشوف العقل الباطن تبعه أكثر شيء في برأسه أو شو عم بصادف؟ نفس موضوعك زي ما أنت متعلق فيه هو متعلق فيك. هو عنده كمان ادمان عليك هذا الشخص في عنده ادمان عليك عم بفكر فيك بطريقه شوي سكشوال هاي الفتره شوي عم يشتاق لك من هديك الناحيه اكثر شيء انا اسفه بس يعني هيك طلع الكرت بس حلو انه عم يشتاق لك يعني وعم يتخيلك وعم يحلم فيك بالليل شايفيته في طاقه تشتيت ما في عنده اللي هو خلينا نقول الامور واضحه الامور كذا عم بفكر فيك بطريقه شوي خاطئه وصلت له امور او انه شاكك انه انت مع حدا ثاني او 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 يعني في امور وصلت له او عم يستنتجها بشكل غلط فانت حاول تصلح هاي الصوره بطريقه غير مباشره فهو عم بفكر بهاي الفتره بهذا الشكل آه بيقولك لك خلي الرحمه والتسامح انها تكون من اولوياتك هذا الشهر او هذا الفتره في هذا السيتويشن اللي انت فيه آه بيقولك لك قد ما غلط الطرف الثاني او كذا اعطي فرصه اخرى كن رحيم مع هذا الشخص ما بتعرف ايش ظروفه كانت او ممكن مش عاطفيا ممكن بالعمل ممكن الاصدقاء فبيقول لك اعطي فرصه ثانيه يا برج الجوزاء وانت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرص كتير يعني انسان هيك حنون كثير برج الجوزاء بيقول لك روح بيوند روح ورا التحديات اللي هلا الحاليه روح وراها وركز بالاشياء اللي بترغب فيها يعني اذا بدي أف... كثير يعني اذا بدي افسره انه ما تهمك التحديات الحاليه اللي عم بتمر فيها خليك فوكس يعني خليك مركز بس على الاشياء اللي بترغب فيها زي ما قلنا قبل شوي يعني ما تخلي انه الناس تخليك تروح هيك وهيك عن اهدافك لا خليك ورا هدفك في هذا الموضوع في في أي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء أنت حاليا وكأنه في موضوع معين بدوامة معينة فتت فيها ومش عارف تطلع منها فبيقول لك أقصر طريق لك أنك ترجع أنا ما بعرف شو السيتويشن تبعك ممكن يكون عاطفي ممكن مشروع أنت بلشت فيه وحسيت حالك أنه بمتاهة أو ما في حلول لهذا الموضوع فبيقول لك أقصر طريق أنك الرجع خط الرجعة لأنك خط الرجعة أنت عارفه بس اللي قدام ما بتعرفه وكانه عم بي يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت وال والممكن انه ناس يعيشك باوهام فبقول لك اسهل شيء انك ترجع لورا ترجع مكان ما بلشت اذا كنت شاعر بالتشويش هون بقول stop thinking and start breathing بيقولك لك بكفي تفكير بكفي تعب بيكفي انك تتعب حالك حب حالك اكثر تنفس التنفس الصحيح اللي بنعرفه زي مديتيشن زي شيء فحاول انك تعمل هاي الامور روح على الطبيعه ارجع للطبيعه حاول انك تترفح عن حالك شوي بكفي تفكير يا برج الجوزاء التفكير ما راح يجيب لك شيء بالعكس هون طلع مقلوب بيقول لك بيحكي لك get اه some خد لك اه راحة او كذا بما انه طلع مقلوب عم بيقول لك اه لا بالعكس اشتغل استغل هاي الفترة انا شايف الأوراق هاي الفترة الحظ معك فانه اه حاول انك تشتغل على قد ما فيك طلع <تضلع> كمان قبل شوي انه تعمل مديتيشن وكذا بس ما دخل موضوع المديتيشن وهاي الامور في انك تاخذ ريست او راحه او فاكيشن مش الوقت المناسب للفاكيشن هلا خلينا نشوف طيب كروت التحذيرات بيقولك لك يا برج الجوزاء انه في ظلم معين مش ظلم اللي هو المعنى الكبير لا ممكن تكون حكمت على شخص حكم غلط مش انك ظلمته ظلم كبير فبيقول لك حاول انك تصحح هذا الموضوع هذا الموضوع رح يرجع عليك بكارما رح يرجع عليك بسوء لو انت ما صححته فانت اذا غلطت في حدا معين اذا كان في شخص معين حكمت عليه حكم غلط او كذا ارجع بتفكيرك وارجع برأيك شوي لورا حاول تدرسه اكتر لحتى يعني تعطي أكثر تعطيه اكتر حقه آه كمان اكتر اشي عم بشوف انه تحذير من الناحية المادية كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية انه بقولك امسك ايدك شوي هذا الشهر لانه آه خلينا نقول آه رح يكون آه الشهر اللي آه تعمل فيه بدخ وفيه فيه مال وفيه كذا آه لكن انت حاول توفر لانه الشهر اللي بعده رح يكون شوي صعب مادياً فهذا بشكل عام بيقول لك خلي عندك الايمان وال والسكينة والطمأنينة صح الأمور اللي حواليك بما معناه صح الأمور اللي حواليك لا تدعو للأمان للشعور بالأمان ولكن أنت في عناية إلهية أنت بروتكتد من الملائكة فلا يعني لا كثير أنك تخاف من الامور المادية لانه روحانياتك حلوة وهذا الاشي رح يخدمك بالفترة الجاية خلينا نشوف اوراكلز نفس الكرت اللي طلع معنا قبل شوي بيقولنا when you اول ما تطلق السلبيه اللي في حياتك او الافكار السلبيه راح تاخذ الجواب على صلواتك او على الادعيه اللي عم تدعيها اذا كنت مستغرب انه الادعيه لا ما عم تستجاب لك فالسبب انه في جواتك طاقات سلبيه او تفكير سلبي او تراكمات سلبيه عم بتصد هذا الموضوع فكون حريص من هذا من هاي الشيء بيقول لك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت بيقول لك في كنز يعني مخبى في في احداث غريبه عجيبه رح تحصل على هذا الكنز الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون مادي يعني مجوهرات لولو وكذا لا أنا بشوفه أكثر ممكن يكون هدية من شخص عزيز وهاي الهدية ممكن تكون ذهب أو شيء له علاقة يعني شيء ثمين شيء شيء ثمين ما بعرف إذا كنت بنت ممكن يكون مجوهرات وإذا كنت شاب ممكن يكون سيارة فاني يالكم نيالكم اللي بيوصلكم هدايا <applause> كل الناس بتحب الهدايا هون بيقول لك هيلينج اكثر شيء بحس هذا الكرت انه مش هيلينج بالنسبه لك بس انه انت الهيلر انت اللي بهذا الشهر راح تتبنى دور اللي اللي بتشفي اللي بتساعد الناس في ناس راح يستشيروك في مواضيع في ناس بحاجتك شايفة أكثر إشي فيه من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية فعم بحكي لك إنه ساعده هذا دورك هلأ بي...